أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية وقوفها ومساندتها وولائها للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأن كافة أطياف شعب البحرين يقفون خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. شددت على أن قيادة البلاد خط أحمر لا يقبل تجاوزه بأي شكل من الأشكال، وأن أمن واستقرار البحرين ونسيجها الاجتماعي هو من الثوابت الوطنية الرسمية التي لا يمكن المساومة عليها. أعربت الأوقاف الجعفرية عن رفضها المحاولات المغرضة لتقويض الوحدة الوطنية، مستنكرة بشدة ما بثته قناة الجزيرة القطرية من أكاذيب وتحريض على الكراهية، لافتة إلى أن جميع المحاولات للمساس بأمن البحرين ووحدة شعبها باءت بالفشل في ظل تماسك كافة أطراف المجتمع والتفافهم حول قيادة جلالة الملك المفدى. أعلنت الإدارة عن تأييدها التام لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات ردا على إساءات النظام القطري وإعلامه المضلل والمحاولات المغرضة لتقويض الوحدة الوطنية والإساءة لما تحقق من منجزات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكدة الإدارة مساندتها لجهود ومبادرات القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى وتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مواجهة أي محاولات للمس بأمن واستقرار البحرين ولضرب وحدتها الوطنية.